معي احد المتضررات، هي ام تميم عبر الهاتف، معلمة محو امية. مساء الخير ام تميم. الو ام تميم. الو تفضلي يا ام تميم، انت على الهواء. اهلا، مساء الخير. حياك الله ام تميم، تسمعيني من التليفون لو سمحتي، تكسرين صوت التلفزيون. انا اسمعك. لا انا برا البيت اساسا. انا عندي صدى، تفضلي. اهلا وسهلا. عموما انا برا البيت، يعني انا ما شفت بدايه الحلقه، لكن كان حديثكم عن بنت محو الأمية على ما اعتقد. صح. نبغى قصتك ام تميم، انت كنتي من المتضررات، نبغى قصتك بالضبط وشي. طيب انا بتكلم من الاخر، لان الموضوع بيطول والحديث عنه لا ينتهي، لكن من خلال برنامجكم هذا وطالب برنامجكم بامر ملكي اخر باحتساب سنوات الخدمه على هذا البند الظالم الذي استخدمنا كادوات لسد العجز في جميع المراحل الابتدائيه المتوسطه الثانويه محو الاميه. يعني انا عملت بهذا البند في المرحله المتوسطه رغم انه انا تخصصي ابتدائي، وكان هناك تعميم بعدم أحقية المعلمة المتعاقدة على إجازة مرضية أيام الغسيل لفشل كلوي. أنا أصبت بالفشل كلوي وأنا على رأس العمل، وكان يحق للرسمية في إجازة في أيام الغسيل رغم أني مرست على رأس العمل، وبعدها اضطريت أنه أنا أحول على عقد بنج محو الأمية، لكن المسائي أدرس المسائي، وكنت أروح الغسيل فترة صباحية لين بعد الظهر، من بعد الظهر يكون دوامي في محو الأمية. تسمعني؟ أسمعك، تفضلي. أيوة، كان يعني قمة العذاب. أنت لازلتي باقي أم تميم ولا تركتي العقد هذا؟ ما أنا خلاص اتثبتنا بأمر ملكي. باقية يعني تعملين أقصد يعني ولا تقاعدتي؟ هذا سؤالي. أمر آخر يعني بالاحتساب سنوات الخدمة. أيه. يعني انا رغم العذاب اللي انا يعني تحملته، يعني انت متخيل يعني اغسل في الصباح، يعني انت حتى فتره الغسيل يعني كانك رايح للموت اساسا. ارجع بعد الظهر. طيب. اروح وين؟ اروح محو الامنيه، ارجع الساعه 6 البيت، احيانا انا اطيح في مدخل البيت، ما ادخل البيت. ام تميم اتحمل هذا كله. قدمتي ام تميم؟ فهمت علي؟ يعني انا كنت متحمله عشان السواق. السواق اللي بيوديني جلسات الغسيل كان بياخذ مني هذا الراتب. يعني هو لولا الظرف والحاجه ولا انا كان تركتها اساسا. طيب واضح يا ام تميم، شكرا جزيلا لك، اسال الله انه يرفع معاناتك.